وي معكم فاطمه شارجي دافير ديال الفرع ديال شركه فايبن في الدار البيضاء، والسياج ديالها كاين في اكادير. تنجدوا التحيه للزبناء ديالنا ولي بارتنير والشركاء ديالنا بهذه المناسبه السعيده ديال 27 سنه للتواجد ديال الشركه فايبن على المستوى المغرب. وهاد الشركه تتقدم جميع المنتوجات وجميع الماتيريال توسكي ماتيريال وبرودوي، وبالنسبه للنيتواياج على مستوى المغرب كامل. تنجدوا الثقه دائما مع الزبناء ديالنا ومع لي بارتنير ديالنا، ويشرفنا الحضور ديالهم والتقاسم معاهم في هاد الايام المفتوحه الثلاثه اللي غتكون من 24 و25 و26، واللي فيها طبعا دي سيربريز ومفاجات لي كليون ديالنا، من على مستوى دي روميز، على مستوى دي برومو، على مستوى كاين طومبولا. وكنتمنوا يتشاركوا معنا هذه المناسبه، واللي تشاركناها كذلك مع لي كوليك ديالنا اللي كاينين على مستوى السياج في اكادير وعلى مستوى الاخوان والاخوات اللي معنا هنايا في كازا. السلام عليكم، معكم حسنة أبو شهبة المسؤولة الإدارية والمالية لشركة فايبن. حنا الآن متواجدين في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء باش نحيو ونستمروا في الأبواب المفتوحة ديالنا بمناسبة ذكرى 27، وهذه مناسبة باش نتلاقاو مع العملاء والشركاء ديالنا في هذه الجهة، وباش نشاركوا معاهم التجربة ديالنا في هذا الميدان. وكنشكروا جميع الفاعلين وجميع المنابر الصحفية وفريق فايبن على المساعدة ديالهم في إحياء وإنجاح هذا العمل. هذه أول مرة أننا ننظموا الأبواب المفتوحة. كما كتعرفوا بجينا بالسياج ديالنا، المقر ديالنا في الصناعي في حي تسيلة بأكادير، ودابا الآن متواجدين في الفرع في المقر ديالنا الفرعي في مدينة الدار البيضاء باش نستمروا. وداكشي اللي التجارب ديالنا اللي اقتسمناهم مع الناس في جهه توس مصا نقتسمهم معهم في هذه الجهه الكبرى ديال مدينه الدار البيضاء. بالنسبه للمقر المركزي ديالنا، علاش هو متواجد في جهه توس مصا؟ بما انه لي فونداتور ديال المؤسسين ديال الشركه هما من جهه توس مصا، دونك اختارينا انه نبداو ونطوروا الجهه ديالنا، ومن بعد باش نديروا ليكستونسيون في المدن المغربيه اختارينا مدينه الدار البيضاء باش نحلوا فيها مقر فرعي باش نتقربوا اكثر من الناس ديال الاقاليم الشماليه ونقتسموا معهم تجارب ديالنا في المجال. شنو هو الجديد اللي جات به فايبن مثلا في السوق ديال التنظيف؟ راه باين انه في العديد من الشركات في المجال هذا، شنو الجديد اللي جات به فايبن مثلا؟ حنا من غير انه كنديروا بيع مواد نظافه وتنظيف الوقايه، وزيدة على انه كنديروا دي بريستاسيون دو سيرفيس، كان عندنا ان سيرفيس ابري فونت اللي هو بالنسبه لنا قيمه مضافه بالنسبه للشركه ديالنا، اضافه الى الحلول والخبره ديالنا في المجال. يعني حنا كنعطيو حلول لا كليونتيل ديالنا، لي كليون ديالنا والزبناء ديالنا، قبل ما نعطيوهم ما نبيعوا لهم المواد ديال النظافه والتنظيف. الور بدر الدين سام، مدير تطوير الاعمال شركه فايبن. اليوم متواجدين في الفرع ديالنا في الدار البيضاء، هو استمرار السياسه التواصليه اللي نزلنا هذا العام، واللي هي كما شفنا لانه كان بدات من مدينه العيون اللي هي كان يوم تواصلي. من بعد درنا ابواب مفتوحه في المقر الرئيسي ديالنا المتواجد في اكادير، واليوم متواجدين في الفرع ديال الدار البيضاء. الوغ 27 عام من بعد تاسيس الشركه، اليوم من اجل اعاده احياء الصله وصله الرحم مع الشركاء، مع الزبناء، مع جميع الناس اللي ساهموا مع شركه فايبن من اجل استمرار هاد 27 عام ديال العطاء و 27 عام ديال التجربه، 27 عام ديال الخبره، من اجل تطوير المجال ديال النظافه والوقايه والتنظيف. اليوم الابواب مفتوحه اللي هي ممتده من 24 ل 26 مارس في الدار البيضاء، من اجل تقديم الجديد ديال شركه فايبن اللي هو عباره عن الات ومعدات متطوره اللي هي صديقه البيئه،
اللي اليوم حاولنا نقدموها للزبناء عبر اورش تواصليه، وهما عباره عن تكوينات. هاد التكوينات باش نبينوا للزبناء ديالنا والعملاء ديالنا بانه المجال ديالنا الضفه والوقايه فهو مجال حيوي وحي، و لي زافونتاج اللي كاين اليوم عند فايبن انه كما اشاروا ليها الزملاء ديالنا في اللقاء معكم، هي عباره عن دي سوليسيون. حنا تنقدموا خدمه كامله ومكموله اللي هي عباره عن الات ومعدات وتجربه وتقاسم خبره. اكيد اليوم ملي تنبيعوا الالات، حيت اهم حاجه في الالات هي الاصلاح والخدمه بعد البيع. اليوم الحمد لله عندنا واحد مجموعه ديال الناس اللي هو عن فريق سيرفيس ابري فونت تقني اللي هو كاين في السياج ديالنا في اكادير وفي لا سيكورسال، اللي هو في الخدمه ديال الزبناء وخدمه ديال العملاء من اجل التكوينات في الاول ملي تنحطوا الماتريال ميزون بلاس دو ماتريال، ومن بعد تتكون ريباراسيون ولا تتكون واحد الاستمراريه والمواكبه في اصلاح الالات. شنو اللي خلى الشركه ديالكم تتعامل مع شركات ايطاليه كما بالي الالات الايطاليه؟ الوغ هي الاصل ديال فايبن فهي الاصل ديالها هي الايطالي، اللي هي كانت منذ زمن كبير كثير، وملي دخلت المغرب دخلت في 95، لانه اليوم الشركه هي ايطالو ماروكين، انه كانت سبقات في الايطالي عاد دارت تمثيليه.